من عام 60 الوالد الله يرحمه الى حد الان حنا كنسيروا هذه المحطه. ملي توفى الوالد بقيت خديت لا غوليف اوتوماتيكمون بقينا كنسيروا هذه المحطه شويه حتى تفاجئ جاوا صحاب الترامواي هنايا جاوا داروا لنا مشكل داروا لنا تروطوار في وسط المحطه لاحوا الزبل وزادوا بحالهم على التراب هنا. ملي اتجهنا الاعلام ما بغاوش يتفاهموا معنا في الاول داكشي ديال سيدنا الله ينصرو واش كيبغي المدرسه الشعب ديالو ما يمكنش حنا مضرين عندنا مصاريف كثيره في هذه المحطه. منين اتجهت الاعلام جاو كيجريو حيدوا التراب وبداو يصوبوا التروطوار ما كملوش شويه داروا لي التروطوار حدا لافاج تما باش نحبسوا لي لافاج والبلاصه ديال لي سيتيرن فين كيتخوي السلعه ديال المازوط. منين قلت لهم دير هادشي اللي كديروا فيه راه غلط راه البلاصه اللي فين كيتخوي ليسانس فين غنخوي ليسانس تيجي نتوما درتوا التروطوار واش هذا المهندس هذا عندكم هذا مهندس ولا بناي ما فهمتش هذا التخربيق. منين عرفوا راسهم غلطوا سمح لينا جاو ريبوا داك لو تروطوار عاود انيلوه وما فيناوش شويه اوتوماتيكمون داروا هاد التروطوار اللي داروهم هنايا ما فيناوش هو كذلك خلاو التراب في الجنب ديالو خلاونا القصدير تما ولا ستاسيون ما كتبانش قطعوا لينا الضو ديال ستاسيون جاو صوبوا الضو هنا الشركه ديالهم الضو ديال لوفو ما قال لك ما عندناش داك السابوتاج الشركه اللي غادي تصوب لك الضو ما عندها السابوتاج كاين الغلط واش ديالنا حنا راه ديالكم نتوما اللي قطعتوا لينا الضو حنا ما عندنا ما نديروا لكم عينا ما نغوتوا. عيطنا للمهندسين ديال كازا ترونسبور واحد السيد مسؤول ديالهم قال لي صافي غيكون هاني راه غنصوبوا لك شويه مابقاش كيجاو في التليفون اللي هضرنا معاه كيف في الاول جاو ملي سمعنا اتجهنا الاعلام جاو كيجريو صوبوا وداروا التروطوار كيما فيناوش خلاو داكشي كنرجعوا حتى بالنسبه للدخول للترام واحد قدامنا هنا راه خلاو هادشي بحال هكاك هذه سبعه شهور كيمشيو كيبداو يضربوا بلاصه عاود ينقزوا بلاصه اخرى ما كيفينيوش. وهذا الشارع رئيسي اللي هو الاقتصاد ديال المغرب كله دايز ما بين كراج علال وضرب عمر لهذا الشارع اللي هو خصهم يسري به هو الاول يفدكوه فيه القصر ديال سيدنا الله ينصرو وشارع محمد السادس هذا الاسم ديالو كيخلع خصهم يصوبوا هذا الشارع ولاو يفينيو هاد الناس ما فيناهم والو خلاو هادشي بحال هكا وزادوا بحالهم مع المغارض ماي المحلات كلهم ضروري هنا كما كتشوف ماي المحلات اللي حدايا تاهم راه كيغوتوا راه التروطوار ديالهم ضربوا لهم التروطوار وما خلاوه من الشتا اللي فاتت الى حد الان ما فيناوش لهم خلاو لهم داكشي بحال هكاك والشتا الشتا اللي صبات كتكيولي الغيس ما يقدروش الناس يدخلوا عند المحل ديالهم كاع الناس كلهم ضروريين كاين مصاريف كثيره كاين الضرائب كاين الكرا غالي المداخل ديجا البلاصه اللي كيدوز فيها الترامواي راه ما كيبقاش فيها التجاره كتهرج 80% هذه معروفه. انا بغينا ما يجي فين ولينا تيحيدوا لنا هذا القصدير من هنايا وصوبوا لنا الضو ديال الستاسيون راه باقي مقطوع الضو هنا في الستاسيون هضرنا تاعينا ما لقيناش مع من نتكلموا الحوار ما كاينش مع هاد الناس هذوك في الاول ملي حتى كنتجهوا الاعلام عاد يجيو يجريو علاش؟ علاش ما يكونش الحوار ديما يجيو في كل مشكل ديال المواطنين اللي مضرورين حتى نديو حنا نغوتوا عاد يجيو كتجريو راه حشومه اللهم يدام الكر حنا راه واقيلا العصا انت كتشوف حالنا شي حاله ستاسيون كاين كلها بكره الزبل كيتجمع بوحدو هنايا ما كاينش لا فينيسيون كاين التراب هنا كل ساعه الغبرانيده هنا ايوا لا الله هذا